قرار إغلاق الأجواء ما بين المغرب وفرنسا غادي تكون عنده انعكاسات سلبية على القطاع السياحي، لأن السوق الفرنسية كتمثل تقريبا 28% من حجم ليالي المبيت المسجلة من طرف السياحة الدولية في الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي في المغرب. طبيعي أنه هذا السوق رقم واحد بالنسبة للمهنيين تاع السياحة في المغرب، وكتجي على بعد أسابيع من احتفالات رأس السنة اللي كتعرف واحد الإقبال كبير ديال يعني السياح الفرنسيين اللي كيفضلوا قضاء يعني هاد ليلة رأس السنة في أجواء شيئا ما دافئة مقارنة مع الأجواء اللي كتكون في أوروبا. فكنظن أنه هذا القرار هذا إلى جانب القرارات اللي كانت من قبل تعليق الرحلات الجوية مع إنجلترا اللي كتمثل 13% من حجم ليالي المبيت اللي كيسجلها السياحة الدولية، ولا ألمانيا اللي كتمثل 10%. فهذه ثلاثة ديال الدول بوحدها كتمثل تقريبا ما يقارب 51% من النشاط السياحي في المغرب. كنظن بأنه الأزمة غادي تزيد تعمق في هاد ما تبقى من شهر نوفمبر وشهر دجنبير 2021، وربما غادي تستمر الأشهر الأولى من 2022. يعني القرار له ما يفسره طبعا من الناحية الصحية، ولكن من الناحية الاقتصادية أظن أنه غادي يكون صادم قاسي، غادي يبدد الأمل ديال الانتعاشة، غادي يوقف هذيك الانتعاشة اللي كانت سجلت في المغرب برسم أشهر يوليوز غوشت وشوتنبير، نظرا للعمليات مرحبة وما واكبتها من إجراءات تحفيزية على مستوى النقل الجوي. كانت أزمنة تفضيلية خصوصا لمغاربة العالم في الأول الأمر، ومن بعد تعمت السياح، وهذا ما أدى للرفع ديال العائدات نتاع السياحة يعني الفصل الثالث من 2021، يعني شهر 7 و8 و9. ولكن للأسف قرار بحال هذا الشكل هذا غادي يولي يعيد يعني الأمور لنقطة الصفر، وغادي تسجل سنة 2021 واحد الانتكاسة هي يعني كما سجلتها سنة 2020 مقارنة مع الأرقام اللي كانت مسجلة في السنة المرجعية اللي هي 2019.